موجة صباح. رجعنا لكم من جديد وقت التمخميخ والرساتات والمالح والحلو مع تمخميخة. تمخميخة شيف بونجور. بونجور سحرونا، سافا؟ تكونوا بخير لكلكم. لبس. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. نتأقلم قاعدين مع الأوضاع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اليوم باش نعملوا سباغيتي بولونيز، رسالة سهلة على الآخر، وأنا راني نأكد ونتي نأكد لازم فما لحبق. لازم انت عندك قصة حبك. انا وياك هما معروفين، انت تحب برشا الحباق ونحب برشا نواد موسكات، وما يغيبوش علينا الزوز. ما يغيبوش علينا، انا نحب الحباق في المقارنة حق نتاع ربي. زيدوها بنا على بنا شفتوا البولونيز بهوني، نسحق 300 غرام لحم مفروم، ثلاثة كعبات طماطم حمر هوني رحيتهم في الربوة، الا تجموا تصمتوهم و فرشيطة تنجموا ترسوها، هذيك باش نطيب بها أنا. مغرفة ونص طماطم معجونة، بصلة كبيرة فرمتها، مغرفة ثوم، لفاحات ملح فلفل أكحل، تابل شوية كركم، وريقات رند، وبيان سيغ الحبق هذيك باش نسحق في الأخر. أول حاجة صبيت مقدار كاس قهوة عربي ونص زيت، قليتك البصلة متاعي مع الحم المفروم، وبديت نطوح فيه الحم المفروم، حطيت هوني الثوم وغطيته وخليت الحم يطيب شوية شوية، ومن بعد نعري على الحم كهبدا يطيب، نحط الطماطم المعجونة والطماطم الخيش اللي ديجا رحيتها، ونخليه الصوص متاعنا يطيب وتقرزيتها. في الأخر قصيت الفلفل دي غوندير، وبيان سور حطيت الحبق في الاخر والفلفل الصوص نتاعي هوني طايبه. خذيت سباغيتي نتاعي صمتها بيان سور، فما شكون يحب الدنتي، فما شكون يحبها طايبه بالكدا. انا هوني مش نعمل، ناخذ المقله المكرونه نحطها في المقله معها شويه الماء نتاعها، ونهز دوش من الصوص، نسخن هكا بالبلا كيكه بنتها راهي البولونيز، ونحط الحم المفروم من فوق ورشه جبنه زحار وكعبه الحبق من فوق، وهوني بنا على الاخر. في بلاصه الحم مفروم ما ياكلش الحم، ينجم ياخذ اسكالوب مفروم والا ستيك مفروم بنفس الطريقه بنفس التفويح، وصحه وبشفاء ليكم الناس الكل. هي الرسات المالحه، هذا المالح كيف تعديو رسات سهلة. هي كيك بالياغورتة، هوني تاخذوا البياغورتة لغوم اللي تحبوا عليه، خوخ مشمش، فما برشا فاني، نواد كوكو، تختاروا لغوم اللي تحبوا عليها. هوني خذيت الياغورتة نتاعي فرغتها في ديقرة، وباش نبدا نكيل بالياغورتة هذيك، هي اللي باش نحبوا بها الدوزاج نتاع الفرينة ونتاع الزيت وكل. هوني خذيت ثلاثة كعبات عظم، عبيت الياغورتة هذيك مرة ونص سكر، ساشي فاني، ركز العظم والسكر مع الفاني مليح مليح. عبيتها مرتين زيت نباتي ولا زبدة ذايبة اللي تحبوا، أنا ديما نعمل الزيت النباتي، نحسهم كيف كيف صحر الزيت والزبدة، بما أنه زبدة مفقودة دونك نعملوا بالزيت النباتي. مرتين ونص فارينة الياغورت نعبيها، ونحطوا كعبة الياغورت وساشي الخميرة هوني، ونخلطوا الخليط هذاك الكل، ندهن مولا كيك نتاعي بالزبدة والفارينة، نحط الكيك نتاعي هوني. تحبوا تخليوه كيما كيكة، تحبوا تحطوا دي بيبيتو شوكولا، ولا تحطوا هكا شوية شوكولاتة كيما نوتيلا، وتدخلوها الفرن 180 درجة لمدة 35 دقيقة. هوني الكيك نتاعنا فاحت ريحة الياغورت هاي تفحت على الأخر، وصلت للجيران، وصلت المعلومة، وصلت للجيران. كيك الياغورت فيسع فيسع يطيب وسهل، وبنين على الأخر، مولوع على الأخر. مولوع على الأخر، أنا يعجبني على الأخر. عندك كيك الياغورت وكيك الكريم فريش، صحيح. هاني قلت لك حاجة فيها الحليب ومشتقاته تجي مولوعة على الأخر، برشا خمائر، والخمائر يعاون الجاتو باش يجي هكا مولوع وأبنهم. صحيح وصحاب لكم. شكرا لك. شكرا لك شيف سيرين، يعطيك الخير. كانت هذا مخمختنا لليوم.